طمني عليك انت، اخبارك ايه واخبار شغلك ايه؟ الحمد لله، الناس بتوع الامم المتحده الناس محترمه قوي بجد، انا مرتاحه معاهم في الشغل جدا، وبعدين هما بيحبوا مصر والمصريين قوي. بقولك ايه، انا مسافره الفجر النهارده ونفسي اطلب منك طلب، عايزاك تبقي جنبي لغايه ما اسافر. يا حبيبتي يا زينه، انا اصلا كنت هطلب منك الطلب ده، انت ما تعرفيش انت وحشاني قد ايه. احكي لي بقى، عامله ايه هناك؟ وانكل احمد عامل ايه؟ الحمد لله كويس، نقل معظم شغله هناك، بس شكله كده يعني هيخلع ويرجع، لانه المكتب مش هينفع يتاخر عليه هنا اكتر من كده. نادين، ايه؟ هو انا ممكن اطلب منك حاجه؟ طبعا يا حبيبتي. ممكن تكلمي محمود وتفتحي السبيكر اسمع صوته؟ ايه الجو القديم ده؟ طب ما تكلمي انت يا حبيبتي على طول. هتكلميه ولا لا يا نادين؟ لا هكلمه. ازيك وحشتيني. ايوه محمود، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام، انت اللي اخبارك ايه؟ وحشاني جدا. انا قلت اسال عليك بقى، لقيتك ما بتسالش. مشاغل والله يا نادين، انت عارفه. طب تصوري بقى ان انا كنت هطلبك النهارده. انا ليه؟ ايه اللي فكرك بيا؟ هو بصراحه مش بيكي، بزينه. زينه؟ مالها زينه؟ معرفش، حلمت بيها امبارح، حسيت انها متضايقه كده مش عارف ليه، قلت اطلبك يمكن تعرفي عنها حاجه او جاتلك عنها اخبار. انا لا ابدا، انا معرفش عنها اي حاجه اصلا. الله، مالك اتخضيتي ليه كده؟ ما اخبيش عليكي، وحشتني قوي، صوري اني نفسي اشوفها او حتى اسمع صوتها. ماشي يا محمود. بقول لك ايه يا محمود، خلاص بقى انا هقفل علشان انا سايقه وداخله على اللجنه، هكلمك تاني. ها، لو عارفه ان انت هتعملي كده على فكره ما كنتش كلمته من الاول. وصلنا يا فندم. بقول لك هات الحاجات اللي في شنطة العربية حصلها. آسف آسف، اتأخرت عليكم. يعدتك ولا اشتريت؟ احنا اخدنا على كده خلاص يا سي محمود. تعالى فيليكس دخل الحاجة. معلش معلش. ايه سوري يا ماما، سوري انا عارف. سوري على ايه ولا ايه بس؟ اتأخرت عليا، وانت عارف ان انا عندي ادوية كتير لازم اخدها في مواعيد محددة. معلش، هو خليفي ايه؟ قال هيطلع يستريح شوية لحد ما تيجي. حاولت اريح شوية، عصافير بطني صوصات بصوت عالي ما عرفتش انام. ازيك يا خالد؟ ازاي ايه يا عم؟ ده انت بقيت اسخن من ابوك. ليه بس؟ ايوه احنا من ساعه ما رجعنا ما شفناكش غير مرتين ثلاثه. او النبي قولوا له، احسن بيقول ان انا ظلمان. طب تفضلوا تكلموا كده والاكل هيبرد. يلا عندك حق، يلا بينا. يلا اتفضلي. اتفضلي اتفضلي يا حبيبي اتفضلي. صفاء عامله وليمه النهارده. انا وشك. ايه ده كله ده؟ هاتي بس الشوكه. طيب جرايه يا صفاء، حرام عليك يا بنتي، ده انا بشقى عشان اجيب الاكل ده. عامل ايه يا خالي؟ والله حبيبي الحمد لله ما في حاجه منغص عليها حياتي الا موضوع المصنع. ولا تقول هم، ان شاء الله المصنع هيتفتح وهتقف على رجلك واسمك هيرجع يرن في السوق تاني. انا معتمد على الله وعليك يا حبيبي. اعتمد على الله. بص يا خالي، في عمليه كده ان شاء الله هخليها ترسى عليك، تبع وزاره التربيه والتعليم ب 60 مليون جنيه. لا يا حبيبي، السيوله اللي عندي ما تخلينيش اغامر ادخل مشروع زي ده. خد قرض من البنك. لا يا حبيبي، قروض لا، ابوس ايدك، كفايه اللي حصل. ما تخافش يا خالي، انا ممكن اضمنك، وبعدين سدد اللي تسدده والباقي نبقى نجدوله. مالك في ايه؟ انت تفضلي واقفه كده مش هتاكلي؟ لا انت بصلي ليه كده؟ حاسه انك اتغيرت قوي، طريقه تفكيرك، طريقه كلامك، حاسه انك بقيت واحد تاني. ايه ده بجد؟
انا فعلا اتغيرت. طب للاحسن ولا للاوحش؟ معرفش. ايه ده، انت خضتيني، انت قلقتيني ليه كده؟ ايه يا صفاء، ما تسيبيه اكل. لا والله ما اقصدش، بس حاسه ان محمود كبر قوي في الكام شهر اللي فاتوا دول، كبر كتير كمان. زعلانة ليه؟ حاسس ان انا واخدة على خطيرة كل حاجة، مش عارف. بس صدقني خلي انا زي ما انا، والله زي ما انا، نفسي اشوف كل الناس اللي حواليا سعيدة، ونفسي لو حد محتاج اعرف اديله ايدي. انا عن نفسي مش عارف ارد جميلك ازاي. والله لولاك يا محمود. ايه ده؟ ده خالي في ايه؟ طب قولي حاجة لاخوكي بقى. انا عايز افهم بقى، جميلة ايه وتشكره على ايه؟ ده ابنك يا محمود، وانت عارف الخيال قبل. اتفضل. ده الاكل كتير قوي يا مدام سوزي. كده الواحد هينام من كتر الاكل، وانا لو نمت يبقى فعلا مش كويس. ان شاء الله عدوك هو اللي ينام ويشبع نوم. كل يا باشا بالهنا والشفا، ده اكل موصوف. ايوه كل خفيف خفيف نعناع. امال البنات فين؟ انا مش شايفهم يعني. البنات اصلهم مالهمش في اكل السمين، بيخافوا لحسن يتخن. طيب اندهلهم بسرعه يقعدوا مع الباشا يفتحوا نفسهم. ما هم خرجوا اصلهم لما عرفوا ان عمهم عبد الحميد جاي، قالوا بقى نوضب نفسنا شويه، راحوا للكوافير يوضبوا شعرهم عشان يعرفوا يستقبلوك. وبالمناسبه عاملين لك مفاجاه. مفاجاه؟ ايوه، في اجنس فتح جديد على ناصيه الشارع، في عربيات هبل هبل. افتكر ان صافي خدت عربيه حمراء، وبوسي خدت عربيه موف. موف، واحنا لينا بركه للموف. طب انا فين من الكلام ده كله؟ انت مش تقولي عامله لي مفاجاه؟ ما هو انت بقى اللي هتدفع ثمن العربيات دي. فعلا مفاجاه هايله. يا سعاده الباشا يستاهلوا، ده انت لو شفتهم يوم ما تجدد لسعادتك في الوزاره كانوا صعبوا عليك، وممكن الدمعه تفر من عينك. حنين انت كان، واكيد انت اتمرمطت من العياط. حصل يا باشا. طيب يا كامل، يبقى اوصل لغايه المعرض اللي بتقول عليه مدام سوزي وشوف طلباته ايه. حصل يا سعاده الباشا، وجبت لك احلى تخفيض. يا حبيبي يا كامل، تصدق انا من غيرك مش هعرف اصرف حاجه ابدا. اسيبكم انا بقى وبشوف اللي ورايا. هو ايه اللي اسيبكم واشوف اللي ورايا؟ احنا لحقنا نقعد يا ابني. طب خلص اللي وراك يا محمود وتعالى نسهر سوا. لا 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 لا، ما اوعدكيش. صدقي يا حبيبتي، اوعى تستنيه، والا هتبقي زيي، هتنامي كل يوم على كنبه الانتريه. يا ماما انت بتعملي لي سمعه وحشه. الحكايه كلها ان ليا واحد صاحبي بس في المستشفى تعبان، هروح اطمن عليه. مين ده يا محمود؟ لا ده ما تعرفوش خالص، واحد كده من المثقفين قوي اللي دماغهم عاليه بقى، اللي هو ايه الواحد يستفيد بعادتهم فعلا يعني. محمود انا عايزه اتعرف على سلمى خطيبتك، جبت لها معايا كادو صغير كده. سلمى خطيبتي كادو؟ وليه التعب ده؟ تعب ايه بس، دي حاجه بسيطه. شوف هتروح لهم امتى وقول لبابا ونروح سوا. لا بابا ايه، لا لا بلاش بابا، احسن تشبط فيه. بصي هروح انا وانتي، هروح انا وانتي. ماشي. يلا استاذن انا بقى. هو في ايه؟ ها؟ في ايه؟ ها؟ دكتور في حاجة؟ محمد عبد السلام. مين محمد عبد السلام؟ أنا محمد عبد السلام. فرصة سعيدة. في حاجة؟ في حاجة؟ لو سمحت ممرضة سماح، هو في ايه؟ مش عارف. الناس دي مين؟ دول العيانين بتوع الدور ده والدور اللي فوق والصف التمريض بتاع الدورين برضه. وايه اللي موقفهم هنا؟ بيقولوا انهم لما بيبقوا هنا بيتبسطوا وبيضحكوا وبينسوا الوجع. يا سلام، ينسوا الوجع؟ ايه ده؟ ده عجيب قوي. الله 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 الله، ايه يا جماعه في ايه؟ ايه يا اخوانا دي مستشفى؟ ايه يا اخوانا في ايه؟ وهي زحمه في المستشفيات برضه؟ Thank you.
الله يخرب بيتكم. خلاص يا باشا، العتب على النظر، لسه شايفك دلوقتي. اهلا بالاستاذ محمود، اجدع محمود في الدنيا، وسال الرجوله والجدعنه. صح ولا نص يا معلم؟ خش على الاستاذ. ماشي يا معلم. استنى نص، ايه ده؟ مدير المستشفى لو دخل دلوقتي ممكن يبلغ علينا البوليس. المدير لسه ماشي من شويه، خد واجبه واتكل على الله. نص يا معلم. وجب مع الاستاذ. ماشي يا معلم. استنى نص، انت المدير خد واجبه؟ طب الدكتور محمد فين؟ دكتور محمد نزل يشقر على العيانين. نص يا معلم. وجب. ماشي يا معلم. محمود، محمود، انا هنا يا محمود. محمد استنى عندك. نص محمد. ايه يا محمد اللي بتعمله ده؟ ليه كده؟ ازاي سمحت بحاجه زي دي؟ انا جيت امنعهم ما عرفتش، نص منعني، فقلت اريح شويه واقوم بقى افضي الموقف ده كله. يا نهار اسود، تفضي ايه؟ وانت هتخلص الحشيش ده كله؟ الحشيش ده جه ازاي؟ فضل خيرك، الزبائن كل الناس اللي بتيجي للزياره يجيبوا لنا احنا كمان زياره معاهم، واقضيت والحمد لله. نص وجب مع الاستاذه. نص استنى يا نص، انتوا مش عارفين العيانين بره والدكاتره عاملين ازاي؟ يا نهار. خلاص خلاص، انا فضلت عارفتي، انا فضلت عارفتي. خلاص شكرا. المستشفى كلها تنفحت. نص يا معلم. وجب. ماشي يا معلم. ده اسمه كلام يا معلم؟ ده انت دخلت تتعالج من الربو تقوم تعمل كده؟ ده تقوم بالله. لا اله الا الله. انا من اول ما دخلت المستشفى هنا صدري اتسع وبقيت اتنفس بالظبط كما الطفل الرضيع. يلا يا نص. ماشي يا معلم. استنى يا نص، هو كل حاجه ماشيه يا معلم؟ ماشي يا معلم. انت عارف انا عملت ايه عشان تيجي تتعالج هنا؟ ان شاء الله. ايه؟ ايه؟ ده انا اقنعت الحكومة يعالجوك على نفقة الدولة على اساس ان قيمة انسانية يجب الحفاظ عليها. سمعت يا استوردو؟ انا طلعت قيمة انسانية. طول عمرك قومة انسانية يا معلم. ولا نص. يا معلم. وقف معايا. ماشي يا معلم. والله طب بقول لك مش مصدقة؟ بقول لك انا لازم اقوم اخد شاور حالا عشان الحق اروح المطار. ايه ده؟ انت مش قلتي ان طيارتك الفجر؟ الساعه لسه واحده. لا كده احسن عشان انت كمان تلحقي تروحي. طب خلاص انا هوصلك. لا لا لا، انا اتفقت مع الاوتيل في عربيه مستنياك. كل ده عشان مش عايز تقولي انت مسافره على فين؟ ايوه، وعلى فكره ما بحبش الزن. طب خلاص احنا هننزل مع بعض. لا برضو على فكره انا مصره، نادين مش عارفه انا هشوفك تاني ولا لا. عشان خلاص. اوكي امري لله. بيتهز كده وبيزن. تليفون مين ده؟ تليفون يا معلم ده. طب خد اتكلم فيه. لا رد انت. رد انا ما بعرفش فيهم دول. لا رد، دوس على الاخضر. اخضر؟ مفيش اخضر، كله اسود. بص يا معلم اعمل كده. يعني اديله على قفاه؟ لا كده. كده اهو. الله الحق، ده نور اهو. وفي اخضر كمان، اعمل ايه بقى؟ دوس على الاخضر. ادوس على اللي اخضر؟ دوست على الاخضر. قول الو بقى. الو بقى. الو، مش ده موبايل الاستاذ محمود؟ علي صوتك، انا بتكلم، انا مش سامع حاجه لا مؤاخذه. مش ده موبايل الاستاذ محمود؟ هو بتاع الاستاذ محمود. مين حضرتك؟ والله ما انا عارف. نعم، انت مين يا بني ادم انت؟ انا فاعل خير. طب لو سمحت يا فاعل خير، ممكن تخليني اكلم استاذ محمود؟ نقول له مين؟ اقول له اخته عايزاه في مصيبه. حاضر. محمود. اختك عايزاك في حاجه ضروري. اختي؟ انا ما عنديش اخوات بنات، اكيد الرقم غلط. يمكن اخوك بس صوته حريم شويه. احتمال. ما انا برضه ما عنديش اخوات صبيان. ايوه مزمز ايه؟ ما عندوش اخوات صبيان ولا بنات. مع السلامة. الو الو الو، بتكلمي مين؟ لا يا حبيبتي، ده صوت التلفزيون. طيب ما ترد بقى يا محمد.
مش هنعرف احنا ننام من القلق ده. الحق التليفون التاني بيرن. بتاع مين ابو شباب ده؟ ده بتاع محمد. دكتور محمد. محمد يا وحش. محمد تليفونك بيرن. رد. ايه يا عم سلام؟ تليفونك بيرن. رد رد رد. ليه ما بعرفش فيهم؟ بقول لك دوس على الاخضر. على مين؟ على الاخضر. دوس على الاخضر. اهو يلا دوسنا على الاخضر. نعمل ايه بقى؟ اعمل ايه؟ الو الو. ايه ده؟ هو مش حضرتك برضو نفس الشخص اللي كنت بترد عليا من شويه بتليفون محمود؟ ايوه ولا برضو فعل خير. نعم. مش ده تليفون دكتور محمد؟ اه بتاع الدكتور محمد. طب لو سمحت ادهوني بسرعه بقى ارجوك. حاضر. دكتور محمد. ايه يا عم سلام؟ نعم. اخت الاستاذ محمود على التليفون وعايزاك. اخته ايه يا عم سلام؟ ما قال لك من شويه انهم عندوش اخوات بنات. صحيح. تصدق انت عندك حق. الواحد دماغه اتفرقت خلاص. الو الو. هو برضه ما عندوش اخوات بنات. اسمع يا راجل يا مسطول انت. قول لمحمود ان زينة في مصر وهتسافر كمان ساعه وهتنزل من الفندق اللي جنب المطار بعد شويه. لو عايز يلحقها ينزل دلوقتي وبسرعه. نادين. ايوه يا حبيبتي. ايوه يا زوزو. طيب يا حبيبتي باي باي بقى. تصوري كنت هنسى. ايه ايه دي؟ دي ساعه زي بتاعتي اللي عجبتك شفتها في المطار فجبتها لك. حبيبتي يا زينه ولسه فاكره. زينه هو انا لو طلبت منك انك تقعدي ما تسافريش مش هتوافقي طبعا. زينه انا محتاجه لك جدا. انت عارفه انا ما عنديش اخوات وانت بالنسبه لي مش صاحبتي وبس. انت اكتر من اختي يا زينه. ده انا من كتر ما بحبك ساعات بحس انك زي امي. ابوس ايدك يا نادين. انا بجد مش مستحمله. انا مش مصدقه اصلا اني بسيب مصر تاني. انت مش متخيله انا عايشه بره ازاي. انا بموت نفسي في الشغل عشان ما احسش بالغربه. وليه كل ده تاني يا نادين؟ هنعيده تاني؟ انا لازم امشي. مالك يا عم سلامه؟ عامل ولا حاجه؟ لا لا مؤاخذه اصل بحاول افكر الكلام افتكر يعني الكلام اللي بتقوله اختك في التليفون. تاني هتقول لاختي؟ طب وقالت لك ايه بقى يا سيدي ست اختي دي؟ ايوه ابص قالت لي قول محمود ان اختك امينه جت من بره ونازله دلوقتي في الاوتيل والاوتيل جنب المطار وهي نازله دلوقتي تروح المطار. قالت لك ده دلوقتي؟ اه. وقالت لك ايه كمان؟ قالت لي قالت لي يا زوزو. ميرسي يا زوزو. زوزو؟ اه على اعتبار يعني ان انا اسمي زلامه. لا 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 مش على اعتبار ان اسمك زلامه. افتكر كويس. إيه؟ هي قالت زوزو ها؟ قالت لك امينه ولا زينه؟ ايوه هي زينة دي. هي زينة. اه هي زينة. وساكت ده كله دي نمرة نادين. محمد محمد زينة في مصر يا محمد. الحمد لله على السلامة. هو ده وقته. بقول لك ايه؟ بقول لك ايه يا عبد السلام؟ ركز. قالت لك ايه بالظبط؟ اللي هي مين بقى؟ اللي هي اختي. سبحان الله. انت مش لسه قايل لي دلوقتي انك انت مالكش اخوات بنات؟ انت بص التعميره اللي هي بتاعه البطل دي احسن حاجه. ارجع لها تاني وسيبك من الزلعوه. بعدين يا ستي بقى ما تقلقيش كل شهر هتلاقيني جايه لك تاني. كل شهر يا زينه بعد ما كنا بنتقابل كل يوم. معلش بقى يا نادين. ان شاء الله كل حاجه هترجع احسن من الاول ان شاء الله. يا رب. توحشيني. وانت كمان.
يا محمود بقى. هبقى اقول لك بعدين. اللي قولي لي هي زينة هنا في مصر؟ ايه؟ سافرت فين؟ ما تعرفيش يعني ايه؟ دلوقتي؟ طب انا هحاول الحق. طيب ماشي اوكي باي باي. لو سمحت اطلع المطار. ايوه يا فندم. مش عارف. اطلع السعلامات وهنعرف. ايوه يا كامل. بقول لك كلم مدير الحركه في المطار وعرف لي الطيارات اللي طالعه في خلال الساعتين اللي جايين طالعين على فين. ويا ريت تكشف على اسم زينه طالعه على انهي طياره. انا عارف انه صعب يا كامل بس مش صعب عليك اتصرف يعني. ماشي. قول لي الحكايه في ايد مين وانا اللي هتصرف. يلا بسرعه. بسرعه. هطلع اقول له انت عايز تخرب بيتنا. طب والحل؟ يلا بتعمل ايه؟ ابعت له ميس دي كول يمكن يفهم اني عايزه. يكفي. عاوز ايه؟ الشوكولاته ساحت وابتدت تشتغل. عاوز ايه انت؟ حاجه مهمه جدا يا باشا. ايه المهم اللي عندك؟ اتكلم بسرعه قول. البنت زينه كانت في القاهره والدكتور محمود عرف وراح لها المطار يحاول يلحقها قبل ما تسافر. فقلت ايش عرفها؟ هو بنفسه يا سعاده الباشا كلمني وطلب مني احاول اعطلها باي شكل. طيب اطلبه بسرعه. حاول تقنعه باي حاجه. قول له انك ما عرفتش تتصرف. قول له اي حاجه يرجع بسرعه. ايوه يا دكتور. للاسف يا دكتور كل الرجاله بتوعنا تايهين مني دلوقتي مش لاقيهم. اللي سهران سهران واللي غطسان في حته وقافل الموبايل. طب ونعمل ايه بس يا دكتور؟ تحت امرك. تحب حضرتك اسبقك على المطار؟ اللي تشوفه يا دكتور. مع السلامه. مع السلامه. ايه اقتنع؟ لا وقرر انه يطلع هو على المطار. طيب تفتكر هيقدر يعمل حاجه؟ تفتكر يا كامل هيقدر يقابلها؟ يا باشا اللي يقدر يرجع وزير اتشال يقدر يرجع طياره بعد ما طارت. طيب تمر لي بأي حاجة تاني سعادتك؟ شكرا يا فندم. أتمنى أن أخدم حضرتك في أي وقت يا باشا. كلك سوء. شكرا. سلام عليكم. محمود أنا طيرت قدامك 5 دقايق وهينادوا عليا وأنا لازم. ليه يا زينة؟ ليه سافرت وسبتيني؟ لعلمك أنا بدأت أتغير. بدأت أقول أنا عايز إيه ومش عايز إيه. بدأت أعمل اللي نفسي فيه. محمود أنت هتقدر تعمل كل ده من غيري صدقني. بس أنا عايزك أنت. وانت قلت لي قبل كده انك عايزاني وانك عايزه الايام اللي جايه كلها نبقى مع بعض فيها. ايه اللي حصل؟ اللي حصل اني لقيت نفسي كنت مبالغه في مشاعري ليك وكان. ما تكذبيش يا زينب. عينيك بتقول انك كذابه. انت قابلت بابا. ايوه يا محمود قابلت سياده الوزير. كنت فاكره ان هو هيقولي مبروك وهيحاول يقرب بيني وبين بني ادم الوحيد اللي حبيته في حياتي. بس للأسف قال لي أبعد عنه. تصور يا محمود أبعد عنه. قولي بقى أنت لو كنت مكاني كنت عملت إيه؟ كنت هتمسك بيكي. هتمسك بالإنسان اللي حبيتها واللي عايز أرتبط بيها. أنت فعلا تغيرت يا محمود. أنا قبل ما أسافر حسيت إن أنت بقيت محمود تاني. محمود أكبر من محمود اللي أعرفه وأكبر من كل حب بيه. ليه بتقولي كده؟ أنا لا يمكن أبقى كده أبدا. أرجوك يا محمود سيبني. سيبني اكمل اللي بداته. والله العظيم انت مش فاهم الفتره اللي فاتت عدت عليا ازاي. وانت كمان ما تعرفيش عدت عليا ازاي. زينة انا لا يمكن اسيبك. لا يمكن اتخلى عنك ابدا تحت اي ظرف او تحت اي ضغط من اي انسان حتى لو كان ابويا. مش ممكن اسيبك. ازاي يعني يا محمود هنعيش لوحدنا؟ هيسيبنا هو ان احنا نعيش حياتنا اللي احنا عايزينها؟
ممكن الايام تغيره، ممكن تخليه يرجع في كلامه لما يلاقينا احنا ساعده. يا محمود، باباك مش من الناس اللي ممكن يتغيروا بالايام، وانت عارف ده كويس اكتر مني. خلاص اجيلك ابو ظبي، اجيلك اي حته ممكن تعيش فيها، المهم نبدا حياتنا من جديد. محمود عشان خاطري بلاش احلامك توديك لبعيد، انت مش متخيل الايام اللي فاتت، ومش متخيل قرار ان انا ابعد عن البلد دي، ابعد عن مصر. يا محمود انت تقدر تعيش بعيد عن البلد دي؟ فاكر يا محمود لما كنا بنقعد مع بعض كنت بتحلم هتعمل ايه للبلد دي؟ فاكر؟ ايوه فاكر. انا لازم امشي يا محمود. هتسيبيني؟ طب فكري تاني. فكرت كتير يا محمود والله لغايه ما تعبت عشان خاطر زي. طب ممكن افضل معاكي لغايه الطياره؟ عايز افضل معاكي كتير. كفايه كده يا محمود، هشوفك تاني. انا حاسه ان احنا هنشوف بعض قريب ان شاء الله. على فكرة أنا شايلة كل الجرايد والمجلات اللي فيها صورك، كل ما بتوحشني قوي بقعد أتفرج عليها. الو، اي عبد الحميد، صباح النور. ما بقتش في البيت ازاي وانت ازاي ما تعرفش عنه اي حاجه؟ طب خلاص خلاص يا عبد الحميد، خلاص مع السلامه. ايه يا عبد محمود؟ ما بقتش في البيت مع انه وعدني قبل كده انه مش هعمل كده تاني. فيها ايه يا عم؟ انت تلاقيه بات عند حد من اصحابه، وبعدين هو عارف ان انت بقيت معايا هنا، فتلاقيه انتهزها فرصه وسهر معاهم وراحت عليه نوم. ايوه هو فعلا كده. طب مش هنفطر ولا ايه؟ حاضر، هطلع عندها بابا. طيب يا حبيبتي. ازاي يا كامل ما تعرفش حاجه عنه؟ ازاي؟ طب فين الناس بتوعك اللي بيعرفوا كل الاماكن اللي بيروحها؟ يا سلام، ولا مكان منهم. اسمع يا كامل، قدام ايه بتقول؟ ايه بقول لحضرتك؟ الدكتور وصل. ايوه معرفش، اديني ربع ساعه وانا ادي لك تقرير مفصل عن كل اللي حصل. مع السلامه يا باشا. يا فندم، سيادة الوزير اتصل بحضرتك كتير قوي بس حضرتك كنت قافل التليفون. لا، هو الموبايل خلص شحن. خديه من الجاكيت واشحنه لي لو سمحت. حاضر. ويا ريت تسيبيني بقى لوحدي، مش عايزه اقابل حد، الغي كل المواعيد. مالك يا فندم؟ لا مفيش، اتفضلي. حاضر. ايه يا دكتور؟ قلقتنا عليك. ايه؟ قافل موبايلاتك ليه؟ وكنت فين طول الليل؟ كنت
كنت سهران مع ناس اصحابي يعني. كنا في مكان لطيف قوي. سهره طريه؟ ولا يبان عليك اي حاجه. المهم لحقت زينه امبارح؟ لا ما لحقتهاش. الموضوع كان صعب شويه، عملت اجراءات واتصالات وكده، بس لما خلصت كانت الطياره طارت. شو قلت لك؟ ما علينا، شكلك ما فطرتش، اجيب لك حاجه خفيفه ناكلها سوا؟ لا ماليش نفس، خليها وقت تاني. اتفضل انت. يا فندم، في موظفه من تحت في المصنع مصره تقابل حضرتك. حاولت اقول لها ان حضرتك لغيت المقابلات، بس هي مصره تشوف حضرتك ولو دقيقه واحده عدت. لا ده لا معلش، مش قادر اقابل حد. استاذ كامل، شوف الموظفه دي عايزه ايه واللي هي عايزاه يعمله لها. تحت امر سعادتك. اسمعي ايه الست دي؟ انشراح يا فندم. انشراح؟ لا لا، خلي الست دي تتفضل. ما تخليك سعادتك ممدد وانا هتصرف. لا 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 معلش، خليها تتفضل. اتفضل يا استاذ محمود. مالك يا استاذ محمود؟ انت كويس؟ كويس الحمد لله. هو انت بتسالي ليه؟ اصل وانت داخل الشركه كان شكلك يعني كده مش حلو. اسم الله عليك، لا ده انت زي القمر. لا يعني كان وشك بهتان كده وزي ما يكون كنت بايت صاحي يعني. طب استاذ كامل اتفضل انت دلوقتي. طيب عندي اذنكم. اتفضل تعالي ست نشرح. والله انا قلبي واكلني عليك. انت مالك فيك ايه؟ ما تفتح لي قلبك كده. هو انا يعني اسم الله على مقامك، طبعا مقامات محفوظه. هو انا مش زي امك. انت غالي عليا جدا، وصدقيني انت مكانتك في قلبي زي امي بالظبط. ربنا يكبر بخاطرك ويخليك يا رب ويسترك دنيا واخره يا رب. طب خلاص بدل الحكايه كده بقى، اشتكي، طلع كل اللي جواك، طلع الحمل اللي على قلبك ده. طب بلاش. طب انا هطلب منك خدمه. امال انا هجيب لك لقمه تاكلها، تكسفني؟ لا مش هكسفك. طب انا بقى عامله في البيت اسم الله على مقامك يعني سندوتشات جبنه بالطماطم بالبتنجان المقلي، وكمان عامله جبنه برضو بالفلفل المقلي، بس طعمه والله العظيم هتظلطها زلط. هعمل لك بقى كمان معاها ايه، شاي بحليب، ولا اقول لك بلاش شاي بحليب، هعمل لك حلبه بحليب عشان تردد لونك كده وتخليك زي الفل. لا 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 خليها شاي بحليب. حالا هجيب لك السندوتشات وهاجي حالا. بس هتحكي لي على كل حاجه. ايه مودي الشاي ده فين يا ابني؟ لمحمود بيه يا فندم. بس محمود بيه ما بيشربش شاي بحليب. الست انشراح طلبت 2 شاي بحليب مع الفطار يا فندم. فطار؟ طب ما انا عرضت عليه ما رضيش. اتفضل معانا يا سعاده البيت. معاكم. ما تودي الشاي يا ابني هيبرد. حاضر. على اذن حضرتك يا سعاده البيت. رايح على فين يا محمد؟ ايه يا حبيبي؟ انت جسمك زي النار، المكان الوحيد اللي مسموح تروحه البيت، تاكل كويس وتنام. مش هينفع يا نادين، عندي عينين لازم امر عليهم. محمد انا حياتك كده مش عجباني، سهر طول الليل وقله راحه. ما ينفعش يا حبيبي، احنا ما صدقنا بابا قال هيفكر في موضوع خطوبتنا بعد ما ترقيته بقيت نائب المدير. عمل ايه بس يا نادين؟ ركز في شغلك شويه يا محمد. وبعدين موضوع فرق المرتب، يعني انت قلت لي هتدوني عشان احوشه، لحد دلوقتي ما ادتنيش ولا مليم. انا لازم ابعت لهم في البلد يا نادين، لازم يحسوا بطعم النجاح اللي هم اصلا السبب فيه. انا مش معترضه يا حبيبي، بس احنا قدامنا هدف لازم نركز شويه عشان نحققه. ده لو انت عايز تحققه من اصله. ما كنتش قابلت المنصب اللي انا فيه دلوقتي ده، اللي هو اصلا جاي بواسطه ومعرفش من مين. لا مؤاخذه يا دكتور، معلش ما كنتش اعرف انك عندك ضيوف. لا يا عم سلام، نادين مش ضيوف. امال ايه؟ اختك؟ لا نادين خطيبتي. وانا كمان بقول ايه الشبه الجامد بينكم وبين بعضيكوا ده. طيب انا كنت جاي يعني اشوفك عايز حاجه، استاذن. انا استنى بس، انت رايح فين؟ هو انا ما قلتلكش؟ لا ما قلتليش. اصل جاي لنا ضيوف مهمين قوي النهارده، فرايح استقضي حاجتهم من الحته. اما سلامه.
المدير المره فاتت عداها، لكن المره دي اكيد مش هيعديها. هو انا ما قلتلكش؟ لا ما قلتليش. الناس اللي جايين دول تبع البيه المدير، وطلب مني ان انا احضر ميزانيتهم، فانا نازل الحته عشان اجيب يعني حاجات بتاعتهم. طب خلي بالك من الطريق، انت لسه صحتك مش ولا بد، خد تاكسي وانت ماشي. هو انا ما قلتلكش؟ لا ما قلتليش. البيه المدير ساب لي العربيه بتاعته بالسواق ومستنظرني تحت عشان اروح اجيب الحاجه. المزمزين مش عايزه حاجه؟ لا متشكر قوي. شوكولاته من اللي بياخدوها الناس الهاي، فراوله، اي حاجه. لا شكرا. في ايه يا محمد؟ لا مفيش حاجه حبيبتي. طب يا عم سلامه روح وما تغيبش. ها هو انا ما قلتلكش؟ لا ما قلتليش. بقى يا عم سلامه، عارف انت عم فؤاد اللي قاعد جنبي اللي في الاوضه اللي جنبي ده اللي عامل المصران الاعور؟ هاخده معايا، لقيته قاعد مكتئب كده، قلت اخده معايا اشممه شويه هوا. ها طب يا عم سلامه بص، انت براحتك اعمل اللي انت عايزه. يا صلاة النبي يا صلاة النبي، افرجها يا رب. محمد مين ده؟ هو انا ما قلتلكيش؟ لا ما قلتليش. ده عم سلامة المجنون. سلامة المجنون؟ ها؟ هو انتوا فتحتوا قسم امراض نفسية وعقلية هنا؟ ده قسم جديد باركلنا. الله يبارك فيك. شيلوا الحاجات دي بسرعة، سيادة الوزير طالع على هنا. ايه ايه ايه؟ بتعمل ايه يا استاذ شرح؟ بلم الحاجه دي واروق المطرح. ليه كده؟ بقول لك سياده الوزير طالع. وفيها ايه؟ ما احنا بنعمل حاجه غلط، احنا بنفطر. يا ابني ما يصحش، شوفني قاعده جنبك كده بساط احمد، يعني ما يصحش، ده برضه سياده الوزير. لا لا انا اقعدي اقعدي. ست شرح عندها حق وعداها لعيب وهذا. اتفضلي اتفضلي وتعالي وقت تاني يا ست شرح على الغدا مثلا. في ايه يا استاذ كامل؟ انا قلت تقعد. اقعد يا ست شرايح. والله شغلك عشان عاوزك في كلمتين. انا عندي شغل. انا كنت ست شرايح موظف عندنا في المصنع، وكانت عزماني على الفطار. اتفضل معانا. معاكو؟ معاكو فين؟ معلش انا متاسف، انا اصلي بفطر بدري. ويا ترى خلصتي فطارك ولا لسه؟ عاوزك في موضوع. طب متشكر يا ست انشراح. سيبي كل السندوتشات، انا لسه هكمل الاكل. بالهنا والشفا يا ابني. انا متاسفه قوي يا سعاده البيه. انت بتعود تفطر مع الموظفين لوحدكم في مكتبك؟ لا مش متعود، بس عادي يعني ممكن نعملها، خصوصا في رمضان في مواد الفطار. كلنا بنعمل كده عشان شكل الاجتماع وادبيات المهنه. بس انا بعمل كده بحب، مش عشان صور يعني، وصوري تنزل في الجرايد وتكتب تحتيها رجل البر والطاقة. مين الست دي؟ ست معرفة دي اللي كلمت ستك عليها قبل كده، مدام الشرح. هي دي؟ الله 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 الله، ده المعلومات بتوصل أول بأول بقى. وأنا أقول يا ربي بتحب الأستاذ كامل في إيه؟ سيبك من الكلام ده كله يا محمود، قولي كنت بايت فين امبارح؟ أكيد في غرزة مع المشبوهين اللي بتقعد معاهم. لا المعلومة المرة دي وصلت غلط. يا أستاذ كامل مش تتأكد في الأول؟ مش أنا مصدر المعلومة، أنا أحب دايما أتحرى دقة معلوماتي. أمان؟ خلاص خلاص. في إيه يا محمود؟ مالك يا ابني؟ بتكلمني رسمي كده ليه؟ أنت زعلان مني في حاجة؟ وحضرتك بتعمل حاجة تزعل؟ يعني ما قلتليش فضل السرية، ما عزمتش عليها بحاجة. يا فندم ده مكتبك، ده أنا اللي ضيف عليه. شفت يا محمود؟ شفت؟ بتقول لي يا فندم، ما قلتش يا بابا. مش أنت اللي علمتني كده؟ مش أنت اللي قلتلي الشغل شغل والبيت بيت؟ حصل؟ حصل.